للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي التركي حمزه تكين. اهلا بكم استاذ حمزه الى استوديو الرافدين. هناك تضارب في الانباء حول دخول القوات التركيه الى سنجار في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس رجب طيب اردوغان عن دخول سنجار. المتحدث باسم الجيش الحكومي في العراق نفى هذه الانباء. ما هي المعلومات عن العمليه التركيه في سنجار؟ بدايه سيدي الكريم فلنقول ان العمليه العسكريه بشكل عام، العمليه العسكريه التركيه في شمالي العراق قد بدات فعلا في العاشر من الشهر الجاري. يعني بدات القوات التركيه بملاحقه فلول تنظيم بيكيكي الارهابي في المناطق الجبليه. بخصوص سنجار، كان الرئيس التركي قبل قليل واضحا ان العمليه العسكريه بدات بالفعل في المنطقه هناك ضد تنظيم PKK الإرهابي. طبيعة هذه العملية الآن تتكشف خلال الساعات المقبلة، حجم القوات التي بدأتها وحجم القوات التي وصلت إلى تخوم سنجار لدخول المدينة. فالعملية بدأت فعلا على أرض الواقع. لماذا هذا النفي من قبل الجيش الحكومي العراقي؟ هل هناك تنسيق مسبق بين تركيا وبغداد حول دخول الجيش التركي إلى سنجار وبدء بالعملية العسكرية هناك، أم أنه النفي يوضح بأنه لا يوجد أي توضيح من قبل أنقرة لبغداد حول عملية الدخول؟ هناك تنسيق صراحة بين الحكومة العراقية وتركيا فيما يخص العمليات العسكرية التركية الجارية ضد هذه في شمالي العراق، وهذا واضح جدا من خلال الزيارات الرسمية الأخيرة خلال الأسابيع الماضية التي أجراها مسؤولون عراقيون إلى تركيا. أكدوا دعم العراق للعملية العسكرية التركية هناك، وبالتالي ربما هذا النفي يكون عن حسابات أخرى. اليوم نعرف العراق مقبل على انتخابات، بعض الأطراف العراقية تعارض أصلا على عملية تركية في العراق ضد تنظيم PKK الإرهابي، ربما اعتبارات داخلية في العراق. سنسمع نفي وتأكيد آراء مختلفة من الجهات العراقية المتنوعة، ولكن لا، هذا الأمر لا يغير على أرض الواقع شيء. نعم، بعدما أعلن أردوغان عن ملاحقة من سماهم بالإرهابيين الأكراد حزب العمال الكردستاني، أعلن بأنه سينسحب من سنجار. ما حقيقة انسحاب حزب العمال من سنجار؟ حتى الآن عناصر هذا التنظيم الإرهابي لم ينسحبوا من سنجار، هم يسيطرون على المنطقة منذ العام 2016 تقريبا أو ربما قبل. فالعملية العسكرية سوف تجرى كما هو مخطط لها حتى القضاء على هذا التنظيم في المنطقة. اليوم هذا التنظيم وفق التصريحات العراقية، ليس وفق التصريحات التركية، يشكل خطرا أمنيا على العراق قبل أن يشكل خطرا أمنيا على تركيا، وبالتالي التعاون العراقي التركي ضد هذا التنظيم هو لمصلحة البلدين وليس لمصلحة تركيا فقط. اليوم نسمع كثير من الأحزاب والقوى السياسية العراقية تعاني وتطالب انسحاب وطرد هذه العناصر الإرهابية من مناطق شمالي العراق. وبالتالي على هذه القوى اليوم أن تتعاون مع تركيا لتحقيق هذا المطلب. وتركيا كما قال الرئيس أردوغان اليوم ليست قوة احتلال لا في شمال العراق ولا في شمالي سوريا. هذا ما أريد سؤاله أستاذ حمزة. لو انسحب سحبت البيكاكا من سنجار، هل ستبقى القوات التركية موجودة في سنجار أم أنها ستنسحب أيضا بخروج حزب العمال الكردستاني من المنطقة؟ طالما هذه العناصر عناصر البيكاكا الإرهابية موجودة في سنجار، العملية العسكرية التركية مستمرة حتى تطهير المنطقة. في حال انسحبت هذه العناصر إلى منطقة أخرى، الحكومة العراقية هي التي تتولى الأوضاع الأمنية والسلطة في منطقة سنجار. طال هذه هي المعادلة، أينما يوجد عناصر من تنظيم PKK في شمالي العراق فالمنطقة ستكون هدف للقوات التركية، وهذا الأمر يجب أن يتم بمبادرة أو بتنسيق مع القوى مع الجانب العراقي لما فيه مصلحة العراق قبل مصلحة تركيا. وكما ذكرت، تركيا ليست قوة احتلال لا في شمالي العراق ولا في شمالي سوريا. عندما تتحقق الأهداف
سوف تعود القوات التركية يعني إلى الأراضي التركية. من اسطنبول حمزة تكين الصحفي التركي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.